برحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. وعقب انتهاء مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد، هذه المباراة الهامة جدا والهدف الأساسي منها هو أكيد هدف وطني، أكيد كانت احتفالية كبيرة ومهمة جدا من قبل النادي الأهلي النهاردة. لكن معنا لقاء مهم جدا مع أحد نجوم أتلتيكو مدريد وهو اللاعب أنطوان جريزمان. جريزمان طبعا برحب بيه في البداية وبقول له أهلا بيك في مصر. إيدو إن إيجيبتو مرا أستيد. شكرا تمام. تمام، مباراة النهاردة بتحمل عنوان مهم جدا هو السلام ضد الإرهاب، عايز أعرف رأيه في هذا العنوان وهذه المباراة وانطباعاته على المباراة بشكل عام. نومبري ديل بارتيدو كي ستا بور لا باس اي كونترا التوريسمو كي باسا. Bueno, es muy importante, ¿no? Creo que es una buena causa. Intentamos hacer lo mejor posible, intentando dar un espectáculo para la gente y ojalá haya más paz. هو طبعا دي حاجة مهمة جدا وهو رسالة سلام للعالم وهو يهم جدا ان الرسالة دي توصل لكل العالم. عايز اعرف انطباعاته عن النادي الاهلي وايه اللي كان يعرفه عن النادي الاهلي قبل هذه المباراة. الايكيبو ديل الاهلي كي بينسا ساورا كل بارتيدو كي باسو. Me ha gustado. هو عجبه جدا اللعيبه وكان عندهم مستواهم عالي يعني في الماتش وخلاهم يتحمسوا ان هم يدخلوا في الماتش يعني ويلعبوا بقوه في الماتش. جريزمان ليه معجبين كتير جدا هنا في مصر، ناس كتير جدا بيحبوه بيتابعوه في المباريات الاوروبيه، فالكتير بيسال هل جريزمان مستمر مع اتلتيكو مدريد او هيسيب ريال مدريد اتلتيكو مدريد ويروح فريق ثاني. estar con el Atlético de Madrid o va a cambiar. No, estoy bien, siempre me preguntan lo mismo y siempre contesto. لا لا هو مبسوط كويس ومبسوط جدا وهو بيحب الكوره جدا وهو مبسوط بالريال الاتليتيكو مدريد وعاوز يفضل معايا. تمام، بشكره ونورت مصر وبتمنى له التوفيق ان شاء الله. Estoy siendo bienvenidos y gracias que ya ha venido aquí. ده طبعا كان لقائنا مع انطوان جريزمان احد نجوم فريق اتلتيكو مدريد واكيد لاعب مهم جدا في اوروبا بشكل عام مش بس في اتلتيكو مدريد، ويمكن الاقاويل كتير على هذا اللاعب واحتماليه رحيله عن صفوف اتلتيكو مدريد سواء لبرشلونه او لمانشستر.